من أنواع السحر النميمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: ألا أنبئكم ما العض القالة بين الناس. لما كانت النميمة سحرا؟ لأنها تفرق بين الأحباب، كما هو حال السحر، يفرقون به بين المرء وزوجه. وإن لم تكن في حكم السحر الكفري، لا، لكن هنا أنواع يتبين من خلالها أنها سحر.